توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى بروكسل للمشاركة في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة 16 للجمعية، والمقرر عقدهما خلال الفترة من 3 و4 من ديسمبر الجاري. ومن المقرر أن تفرض قضية مكافحة التغيرات المناخية نفسها بقوة على أجندة أعمال القمة السابعة لرؤساء البرلمانات، حيث سيلقي رئيس مجلس النواب كلمة أمام القمة حول مكافحة تغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما سيشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري في أعمال لجان الجمعية المتخصصة.